حصاد اليوم كنقدموا لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. نسر الحصاد بقراءه في العناوين. المغرب كيرفض استقلال كاتالونيا وكيعبر عن تشبثه بسياده مملكه اسبانيا. المحكمه العليا الامريكيه تبطل حكما يلغي حظر السفر والزكي مدربا للمنتخب الجزائري. والى تفاصيل عبرت المملكه المغربيه عن رفضها للمسلسل الاحادي الجانب لاستقلال كاتالونيا، واكدت تشبثها بسياده مملكه اسبانيا ووحدتها الوطنيه والترابيه. وذكر بلاغ لوزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي اليوم الاربعاء ان المملكه المغربيه الوفيه كعادتها لاحترام مبادئ القانون الدولي كتعبر عن رفضها للمسلسل الاحادي الجانب لاستقلال كاتالونيا وتشبثها بسياده مملكه اسبانيا ووحدتها الوطنيه والترابيه. وإلى الشأن الاقتصادي، مجموعة العمران أشرفت هذا الأسبوع على إعادة إيواء دور الصفيح نواحي الدار البيضاء. لنتابع. من كريان غتجيبو واخا يبني راه يبني بحال كريان، يعني شي حاجة دابا أنت راه كيعطيك البلان مقاد كيخرج من السيستم وكتكون فيه دابا سميتك سميت المستفيد اللي كتكون في البلان. فهمتك. يكون داكشي معايير قانونية ماشي بحال كيما ضرات الشيشان. لا لا غيعاودو يريبو لي وعاود ثاني. دونك دابا داكشي باش 1600 بقعة قال لك اللي كاينة. دونك حنا ما سربيناش الدوار عندنا ما سربيناش صراحة. سبقنا سبقونا كاريان اخرين. راه ما كاينينش احنا. شوف راه كاينين كاريان اخرين. الناس اللي خاصهم يفهموا الا ما خدناش حنايا ما استفدناش هاد الايامات وحاولنا احنا الاولين. راه عارف انا على العملية الحسابية اللي حسبت دابا انا علموا منيا ودوار السي احمد وحنايا ولا ما سربيناش حنا راه غنتلاحوا. لا يتلاح الواحد الاخر الاخر ثاني. دونك والاخرين كما قال لك باقيين تجهيزات خاصهم واحد الوقت. ماشي بزاف تا هما راه قراب زعما تا هما راه قراب ولكن الى هذا موجود. احسن 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 حاجه هو هذا احسن بروجي هو هذا. مشكل البلاد دخلة ان شاء الله. لا ما تحبش. لا لا المهم دابا مشاو حنا المهم عندنا هو السبيطار والمطار. في اطار العمليه التحسيسيه اللي كنديروا رافقنا الناس ديال دوار حسيبو دوار جديد والريقي المشروع ديال رياض ادماج الشطر الاول باش نوريو لهم المكان اللي غادي يتحولوا ليه. الهدف من هذه الزياره هو اننا نمكنوا الناس من اولا المعرفه ديال لو سيت داكوي اللي غيجيو ليه فين غيوليو ساكنين ان شاء الله، ويعرفوا ايضا مدى تقدم الاشغال بالنسبه لهذا المشروع هذا. كما سبقنا وشرحنا للساكنه السياسه الحاليه ديال الدوله انه ما يمكنش انه يدار مشروع ديال ترحيل ديال اي محل صفيحي الا ما كانش المشروع في الجهه الاخرى مجهز وعنده جميع المرافق، يعني انه ما كتعطاش الانطلاقه ديال عمليه ديال الترحيل او عمليه اعاده الايواء الا ما كانش المشروع في الجهه الاخرى عنده جميع المرافق اللي كتخصو. في هذا المشروع هذا كاين مرافق ديال التعليم، مدارس ابتدائيه، مدارس ثانويه، كاين مدارس ديال التكوين المهني ايضا، كاين مستوصف، كاين مركز ديال الامن، كاين دور شباب، كاين مرافق رياضيه، يعني كاين جميع المرافق اللي كيخصو بالنسبه للمشروع. لا النقل ما كاينش مشكل هنا لان كاين الطاكسيات زعما موجودين هنا الحمد لله، وكنظن زعما في القريب العاجل المشكل ديال النقل غيتحل بالنسبه تقريبا لهاد المناطق كاملين. جينا اليوم مع سكينه دوار حسيبو ودوار ريكي ودوار جديد باش نشوفوا هاد الموقع اللي عطاتنا الدوله باش الاستفاده ديالو هو رياض واحد. حنا دابا جينا في رياض واحد. رياض واحد مع مول البلان مول العمران بان كل شيء موجود. ورانا البلان فيه مرافق اللي كنا خايفين منها وهي مرافق اللي تابعه للشطر بانها موجوده. كاينه مدرسه ثانويه اعداديه يعني مصحه، كاين جميع المرافق دار الشباب. دونك قال لك سيدي هاد الارض فيه 1300 بقعه كاين فيها المومنيه ودوار السي احمد. الا سربينا حنا كدوار حسيب ودوار ريكي غناخذو في هاد الشطر. الا تعطلنا غنمشيو للشطر الثاني. دونك انا لحد الان الناس اللي وروني ولا الساكنه اللي وروها راه وروا الشطر الثالث اللي كان حدا الواد. انا ما شفتش الواد هنايا. هذا الموقع عجبني الساكنه عجبني. ونتمنى الناس هما اللي في الساكنه يفهموا هادشي بان راه ما كاينش شي حاجه اخرى غير البقعة. يعني كاين المرافق، يعني مجموعة ديال المرافق، كاين سبيطار، كاين دار الشباب، كاين المدارس التعليم جوج ديال الثانويات، كاين إعدادية،
كاين جوج ديال المراكز ديال الشرطه يعني بالنسبه للمسائل الامنيه، كاين ملاعب القرب، يعني الحمد لله فهمتيني، يعني جينا لهذا المشروع هذا اللي مشروع هو مشروع ملكي، يعني حلم كنا كنحلموا به تقريبا واحد 40 سنه او غيتحقق. واش بغيتنا سيدي زينه؟ الحمد لله بلاصه بخيره مزيانه ما لهاش فيها، راه خير هذا ربي، هذا راه خير على الله اللي عطاني ربي في الله هذا الحمد لله. وحنا باغي ندخلوا للحسبه وحنا باغي نهربوا منها، لا ما نهربوش منها الحمد لله، بعد من الحكومه ولا من الحكومه حنا الباركين، عاي فرحونا ويعطونا، قالوا من الغدا نهدوا من الغدا، ما خاصني حتى حاجه الحمد لله، لا يزيد بعمر سيدنا ولا يزيد بالخدمه ولا يزيد بالرجال اللي واقفين معنا الله يخلصهم الله يجوز عليهم. انا من ساكنه الدوار الجديد، اولا كنشكروا السلطات المعنيه، ثاني كنشكروا سيدنا اللي جاد علينا بهذه الاستفاده. حنا بارك علينا من الكاريان، وليداتنا كبروا في والدينا كبروا في الكاريان، وليداتنا في الكاريان، وحقيقه بعض الناس كيقول لك حنا الناس اللي باغين نتحولوا راه عندنا الامكانيات، حنا ما عندناش باش نكريو، ما عندناش امكانيات، ولكن شي حاجه اللي مفروضه عليك وغتضحي عليها على شي حاجه اللي هي مصلحه غادي نضحيو، غير كنطلبوا ما نتعطلوش بحال الاولين، هذا هو اللي كنطلبوا. وكنشكروا السلطات وهاد الناس اللي معرقلين الله يهديهم، وما واللي ما فاهمش يجي يفهم، حنا المشروع راه عجبنا، والعمران راه وعداتنا باش ما غادي يكونوا مرافق وغادي يكونوا سبيطارات وغادي يكونوا مساجد ووسائل النقل، وعدونا بان ملي غادي نسكنوا غادي تكون معنا وسائل النقل، لان كاين الناس اللي خدامين، كاين الناس اللي وليداتهم كيقراو، كل واحد والظروف ديالو. عاش الملك، عاش سيدنا، وكان ندعيو معاه وكنشكروا سيدنا على هاد الاستفاده وعلى هاد التضحيه، وكنشكروا السلطات المعنيه اللي حتى هي مضحيه معنا وحتى هي واقفه معنا وما شدت حتى شي عيب من السلطات. اوقفت عناصر فرقه المخدرات التابعه لشرطه القضائيه باكاديه ليله الثلاثاء شخص بحي السلام وبحوزته 7 كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرة، بالاضافه الى سكين من الحجم الكبير ومبلغ مالي مهم. ووفق مصادر مطلعة فتحقيق في الواقعة بين أن المعني بالأمر طالب جامعي من سنة ثالثة شعبة الاقتصاد والتدبير، بحيث كان ينوي توزيع كيمياء على بعض الموزعين بالتقسيط بنواحي المدينة وبين زملائه الطلبة اللي كيتابعوا دراستهم بكلية جامعة ابن الزهرة. علمت شوف تي في يومه الأربعاء أن دفاع مرتكب الجريمة عبد العالي ذكير اللي تحكم بالإعدام طالب باستئناف العقوبة. وكشفت مصادر شوف تي في على أن شقيقة ذكير اللي تسلمت مفاتيح منزل والديها وكلات محامي تخفيف العقوبة على شقيقها الأصغر نظرا لمرضه النفسي. وإلى شأن الدول، أسقطت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء حكما لمحكمة الاستئناف ألغى حظرا سابقا للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس دونالد ترامب يستهدف عدة بلدان ذات أغلبية مسلمة وانتهى أجلها. ونختم بشأن رياضي، كشفت الصحافة الجزائرية أمس الثلاثاء أن رئيس الاتحاد الجزائري قدم عرض للزاكي على هامش حضوره حفلة تتويجه كأفضل مدرب بالجزائر للموسم الماضي، وأبدى الزاكي استعداده لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الجزائري مبرزا أن الخضر يتوفرون على لاعبين بمؤهلات تقنية وبدنية جيدة، بحيث عبر الزاكي عن قبوله الإشراف على المنتخب الجزائري. الحصاد اليوم انتهى، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.